السلام عليكم. الصوت مسموع؟ اسكو ما كاينش تقطعات؟ هل في تقطعات؟ وهل الصوت مسموع؟ هل الصوت مسموع؟ ما كاينش تقطعات؟ هل الصوت مسموع؟ ما كاينش تقطعات. هل فيه تقطعات؟ جميل. هل في أسئلة على الجزء الأول من المحاضرة؟ شكرا. هل في أسئلة على الجزء الأول من المحاضرة باش نبداو الجزء الثاني من المحاضرة؟ الجزء الثاني اللي يتكلم على تأخر النمو اللغوي ديسفازيا. إذا في أسئلة قبل ما نبدأ الجزء الثاني. أو استفسار على نقطة من النقاط تكلمنا عليهم في الجزء الأول. نعم. أخت الأخ روان كادر، ممكن شرح على المناغات وكيف لنا نعرف باللي الطفل أصم؟ أنا كي تكلمت على المناغات، المناغات فيه مرحلتين من المناغات. كان المرحلة الأولى واللي تكون مناغات لا إرادية انفولونتير، يعني يبدأ يخرج أصوات مقطعية، عبارة عن أصوات يخرجها انفولونتيرمون بعد الشهر الرابع الخامس حتى السادس. كتكون تتأخر بعد السادس. في الأول تكون المناغات تكون لا إرادية، ومن بعدها تولي مناغات قصدية، يعني يولي يناغي قصديا، لأنه لهنا راح يسمع الصوت تاعو، راح يعجبو الصوت تاعو، يسمع يعاود يرجع نفس الصوت. هذه المناغات قصدية، يعني يردد ويكرر مقاطع صوتية بصفة قصدية. لهنا لا قلت باللي احتمال أنه الطفل يكون طفل أصم ما يروحش للمرحلة الثانية، يعني المرحلة الأولى واللي يبدأ يدير مقاطع
يخرج ويردد مقاطع وأصوات لا إرادية راح يبقى في المرحلة هذيك ما يتطورش إلى المرحلة القصدية. واحد، ومن بعد راح تضعف هذيك المناغات، راح تولي مناغات ضعيفة وقليلة، يعني يناغي بقلة ومن بعد راح تضعف تدريجيا حتى تروح المناغات بلا ما تتطور إلى مناغات قصدية. لهنا هذا نقوله باللي أنسيني باللي الطفل هذا قادر تكون عنده صمم، تكون عنده إعاقة سمعية. لكن نقطة مهمة جدا، هذا أو سيني برك عارض، إذا شكينا باللي الطفل عنده قادر تكون عنده صمم ولا إعاقة سمعية، لهنا توجيه إلى الأورال، إلى طبيب أنف أذن حنجرة، من أجل فحص السمع لديه باش نشوفوا إذا عنده إعاقة سمعية ولا ما عندوش، لأن الإعاقة السمعية تأثر تأثير كبير في اكتساب اللغة. لهنا راح يدير معاه البي آ بوتنسيال أوديتيف إيفوكي أوديتيف، واللي هو التست اللي يديروه للرضع ويديروه للأطفال الصغار باش نشوفوا درجة السمع، ونشوفوا كذلك نوع الإعاقة السمعية لديه، اسكو إرسالية اسكو إدراكية، ونشوفوا المشاكل السمعية لديه. احنا لهنا قلنا على المناغات، المناغات لهنا راهو سيني برك، ثم قادر يكون سين يعني احتمال انه تكون عنده إعاقة سمعية. نكمل اذا في أسئلة على الجزء الاول باش نروح الجزء الثاني. حد الان الصوت مسموع وما كاش انقطاع؟ في الجزء الاول تكلمنا على تاخر اللغه البسيط، وتكلمنا على تاخر اللغه ليكون مصاحب ولا ليكون مع اضطرابات واعاقات اخرى. الان في الجزء هذا الثاني راح نتكلموا على تاخر النوع الثاني، وهو تاخر النمو اللغوي الديسفازيا، ولا تاخر النمو اللغوي الحاد الديسفازيا. ما هي الديسفازيا؟ الديسفازيا كما يقول روندال، العالم روندال، هي خلل في اللغة الشفوية، راح تكون بعد السن السادسة يعني بعد 6 سنوات، تكون عنده صعوبات واضحة في التنظيم اللغوي، وهذا التنظيم اللغوي راح يأثر على اللغة مكتوبة ومن بعد، يعني راح تكون عندها تأثير هذاك تأخر اللغة، وهذاك التأخر في التنظيم اللغوي راح يكون أبليطار يعني بعد، راح تكون عند الطفل كذلك مشكل كبير في اللغة المكتوبة سيتادي، راح تكون ومن بعد راح تكون عنده مشكل في عسر القراءة وكذلك عسر الكتابة. احنا في كمختصين في الصحة المدرسية عندنا حالات كثير وين يكون عندهم ديسفازيا، وكاين حالات كثير وين يكون كاين خلط ما بين الديسفازيا وكذلك التوحد. احنا في التشخيص الفارقي سو لو طابلو كلينيك تاع لي تروبل كاين فرق جوهري وواضح، لكن كاين خلط في التشخيص. كاين حالات وين تكون عنده ديسفازيا ويقول لك بلي فوالا او عنده توحد، يعني كاين يشخصه بلي توحد، لكن في طابلو كلينيك كاين اختلاف كبير في ما بين التوحد والديسفازيا، لانه بالطبع هما في زوج اضطرابات نمائيه، لكن وفي زوج عندهم مشكل في التواصل، لكن الديسفازيا تلقى عنده تاخر للغه، يكون تاخر شديد وحاد، كذلك يكون كذلك عنده مشكل كبير في التنظيم اللغوي والتنظيم اللغوي وكذلك في التعبير في لابروديكسيون.
وكاين السلوكات ولا العلامات اللي نلقاوها عند حتى واحد من هي التكراريه والاخر الاستيريوتيبي والمشاكل الاخرى ما نلقاهاش عند الطفل الديسفازي. هو اضطرار بون يقيس التعبير ويقيس كذلك الفهم. كاين انواع من الديسفازي يقيس الفهم، بصح الاغلبيه ما يكونش عندهم مشكل كبير. كاين حالات وين يكون ما عندهمش مشكل كبير في الفهم. لهنا على حسب الانواع، انواع الديسفازيا. الديسفازيا هو اضطراب نمائي عصبي، وكي نقولوا عصبي هو عصبي وظيفي، يعني كي نشرحوا الدماغ ما نلقاوش الليزيون ولا اتانت في الدماغ، لكن وظيفيا الدماغ لا يعمل بصفة سلسة هنا في ناحية، من ناحية اللغة ومن ناحية الفهم وكذلك التعبير. كاين عدة أنواع من الديسفازيا كما حسب كروسون. واش يقول كروسون؟ يقول لك كاين عدة أنواع، ومنها النوع الأول هو الديسفازيا فونولوجية. هي كاينة بزاف هذه لا ديسفازي فونولوجيك، هي أكثر شيوعا. لهنا نلقاو بلي الاستقبال لا بيرسيبسيون الفهم يكون احسن من التعبير. يكون عنده مشكل في الصياغه وفي البروغراماسيون، يعني في البرمجه اللغويه عنده خلل كبير كذلك في النظام الفونولوجي، يعني الفونولوجي داخل الكلمه والاصوات. وعنده مشكل كذلك في اضطراب، يكون عنده مشكل كبير اضطراب في الترميز. تكون عنده صعوبات كذلك حركيه لسانيه فمويه وجهيه في التنسيق ما بين كذلك اعضاء النطق. وكذلك عنده مشكل كبير واللي باين هو مشكل ولا صعوبات في اكتساب المهارات المكانيه، المهارات المكانيه ولا التوجه المكاني كما فوق تحت يمين يسار امام وراء، هذو التوجهات المكانيه نلقاو عندها مشكل كبير في الديسفازيا الفونولوجيا، ديسفازيا فونولوجيك. كاينه ديسفازيا الدلاليه براغماتيه، نلقاو هنا عنده كي نقولوا احنا براغماتيك يعني مشكل كبير في ارسال، ولا مشكل كبير في التواصل، مشكل كبير في ارسال الرساله الصوتيه الى الشخص الاخر، وانه يبلغ الشخص الاخر بما يريد، يعني واش يحوس يوصل تلك الرساله. عنده كذلك تكرارات قادر تتشبه شويه ليكولالي، سي بور سا يكون كاين خلط ما بين التوحد والديسفازي، لان الديسفازي هذا عنده نوع من انواع ليكولالي، انه يكون كاين تكرارات كثيره في الاصوات. وساعات وين يكون كذلك اختراع لنيولوجيزم، يعني اختراع لكلمات جديده، يعني يخترع كلمات من اجل التواصل. اسكو لحد الان الصوت مسموع وهل هو متقطع ام لا؟ اعطوني اشاره. هل الصوت مسموع وهل في تقطعات؟ نكمل. كاين ديسبراكسيا، يعني انه مشكل كبير في التنسيق الحركي فموي اللساني الوجهي، يعني تلقى عنده مشكل كبير انه ينسق الحركات الفمويه اللسانيه الوجهيه. والعكس الحالات الاخرى نلقاو عنده الفهم بريسك عادي، الفهم بريسك عادي. اما تشخيص الديسفازيا، كما قلنا احنا الديسفازيا هي اضطراب عصبي وظيفي، لكن في التشخيص راح يكون عدة تخصصات، كل تخصص ياخذ المشكل هذا من الجانب تاعو. التخصص الاول واللي هو الفحص الطبي السمعي، لازم يكون كاين فحص طبي سمعي للطفل. اسكو الطفل هذا يسمع ما يسمعش؟ اسكو عنده نقص في السمع؟
باش نحيو مشكل السمع. إن إذا كان عنده مشكل في السمع لهنا في التشخيص نقدر نقوله باللي مش ديسفازي. أما التشخيص الثاني هو التشخيص العصبي عند طبيب الأعصاب نورولوج. لهنا التشخيص العصبي إحنا كي قلنا باللي الطفل ما كاش إصابة ولا ما كاش خلل وما كاش أتنت في الدماغ، لهنا راح يكون كاين إيرام يديروه، هو الإيرام فونكسيونيل. إيرام فونكسيونيل هو فحص نورولوجي عصبي من أجل معرفة الخلل الوظيفي داخل الدماغ. كذلك الفحص النورولوجي اللي عند نورولوج كذلك نشوفه، كذلك يشوف كما نقول احنا يستخدم الاي جي باش ينحي مشكل الصرع او مشاكل اخرى كذلك الفحص العقلي النفسي كذلك راح نديره معاه تيست دويكس لاب، ولا كاين بطاريات اخرى وروائز باش نشوفوا لو نيفو تاع لو نيفو انتيليكتيال عند الطفل هذا، باش نستبعدوا الاعاقه العقليه. نفسي كما استبعدنا الاعاقه السمعيه راح نستبعد الاعاقه العقليه. كذلك كاين الفحص اللغوي. احنا الفحص اللغوي لي زوتوفونيس عندنا بيلون انامنيز بيلون نديروه مع لونفون تاعنا باش نشوفوا القدرات اللغويه من جانبي الفهم والتعبير كذلك الادراك. كاين عده اختبارات، كاين اختبار لو بيك هي بطاريه تقييم المعرفي، هي بطارية مليحة كثير احنا لي زورتوفونيس انو نستخدموها. وكاين لي دي دو هو اختبار الانتباه، كاين اختبارات اخرى للغة الشفهية كما لونيل، كما اختبار لونيل، كما اختبارات اخرى يعني اختبارات اللغة الشفهية. يعني كاين عدة اختبارات لتقيس اللغة الشفهية عند الطفل. كي نتكلموا احنا نقولوا بلي مشكل عصبي، احنا لهنا راه مش كي نقول احنا ما كاينش خلل والله ليزيون والله اصابه في الدماغ باينه، لكن المشكل انه هنا انه مشكل وظيفي. كي نتكلموا عنا لهنا على التناول العصبي راح نتكلموا على لي كوركالي. يقول لك كاين مشكل كبير، هو يقدر يكون يقول لك ممكن لانه الكوركالي والله الجسم الجوسي هو مسؤول عن التحويل اللي يحدث ما بين نصفي كرتي الدماغ. لهنا يكون كاين خلل وظيفي في لو كوركالي. هذا كاين علماء ودراسات قال لك قادر يكون مشكل وظيفي في عمليه التحويل الذي يحدث ما بين نصفي كريتي الدماغ واللي مسؤول عليه لو كوركالي الجسم. كذلك الكورتكس والسوكورتكس كذلك هي منطقة مهمة جدا، هي منطقة واسعة. أي خلل وظيفي كذلك راح يأثر، وقادر تكون كاينة يأثر ويكون تكون عندنا ديسفازي. هذا هو التناول العصبي. كذلك كي نقولوا مثلا لأنه ديسفازي عنده مشكل كبير في النفاذ إلى المعجم، مشكل النفاذ إلى المعجم لاكسيليكسيكال. هنا نفذ المعجم هي منطقة اللي تكون متأثرة بزاف، هي منطقة البريفرونتال يعني ما قبل الجبهية. هذه المنطقة كي تكون كاين خلل وظيفي فيها راح يكون مشكل كبير في النفاذ إلى المعجم. كي نتكلم عن نفاذ المعجم إلى النفاذ إلى المعجم ولا مفردات، لانه تلقى عنده صعوبه انه يروح يخرج هذيك الكلمه مالغري يكون عنده او فهمها، لكن عنده مشكل في انتاجها. كذلك البصله السيسائيه كذلك هي منطقه مهمه، كاين علماء يعني داروا بحوث، وهذو كامل العلماء داروا بحوث لقاو بلي الخلل الوظيفي في البصله السيسائيه. ويقول لك البصله السيسائيه الشيف دوركستر لتنفيذ الحركي والتنسيق
الحركي، كي نتكلموا حنا على التنسيق الحركي، حنا راح نتكلموا على التنسيق الحركي اللساني، فموي، الوجهي، اكسترا. لحد الان مفهوم؟ اذا في اسئله حول الديسفازيا ولا تاخر النمو اللغوي الحاد الديسفازيا، إذا في أسئلة. تكلمنا على الديسفازي، درنا ديفينيسيون تعريف، تكلمنا على الأسباب، تكلمنا على التحول العصبي. إذا ممكن تعاود لنا الفكرة الأخيرة. الفكرة الأخيرة تكلمنا على التناول العصبي، يعني كنت نتكلم على التناول العصبي المعرفي. هو كاين زوج تناول للديسفازيا، علميا كاين زوج تناول، كاين التناول العصبي المعرفي، كاين التناول اللساني المعرفي، وكاين تناول معرفي عصبي، وكاين تناول نفسه لساني. انا تكلمت على التناول المعرفي العصبي على عدة مناطق. هو كان علماء وكان باحثين ببحوث تاعهم لقاو باللي كان عدة مناطق في الدماغ تتأثر، لكن تتأثر وظيفيا. يعني منطقة في الدماغ، كنت كلمه مثلا على الكوركالي، ما كانش إصابة في الكوركالي، لكن وظيفيا، وما كانش مشكل تشريحي، لكن وظيفيا مش تخدم خدمتها قد يعني هذيك المنطقه الدماغ في الدماغ كاين مشكل وظيفي، خلل اللي اثر على اللغه. تكلمنا مثلا على الكوركالي، قلنا بلي اي هنا كي نتكلموا على تشوه البنيه، هنا مش اصابه، هنا كاين تشوه في البنية راح يأثر كذلك على اللغة. علاه لو كوركالي ولا جسم الجزيء ولا الجسيء، هذا جسم الجزيء بالعربية لو كوركالي، لأن الكوركالي هو المسؤول على أي حاجة تحدث ما بين كشغل ينسق ما بين الكوريتين الدماغيتين، أي إصابة في الكوركالي راح يكون مشكل في التنسيق ما بين الكوريتين الدماغ، هذا الكوركالي. كاين مناطق كذلك قشرية وتحت قشرية، يعني سوكورتيكال كورتيكال سوكورتيكال، هذه مناطق هي مناطق قشرية دماغية، مناطق واسعة في الدماغ، وأي تأثير وظيفي فيها راح تأثر، أي خلل وظيفي راح يأثر في اللغة، وراح يكون كاين قادر تكون كاين مشكل تاع ديسفازيا، وهذه عبارة على بحوث واحتمالات. كذلك يقول لك باللي النفاذ الى المعجم لاكسي ليكسيكال عند الطفل الديسفازي، يقول لك علاش؟ يقول لك لانه كاينه منطقة مسؤولة على هذاك المشكل اللي هو النفاذ المعجم، قولها منطقة ما قبل جبهية بريفرونتال. هذه المنطقة هذه كي تتأثر، كي يكون أي خلل وظيفي فيها راح تكون عندنا أكسي ليكسيكال مضطرب عند الطفل
ديسفازي، يكون عندهم مشكل نفاد في المعجم. كاين منطقة أخرى في الدماغ غير البصلة السيسائية بالبراشيديان. بالبراشيديان هي كشغل لو شيف دوركستر، يعني قائد أوركسترا اللي يتحكم واللي يعاون في تنفيذ حركات. بيان سور حنا كي نتكلموا على اللغة نتكلموا على حركات لسانية فموية وجهية. كي تكون عندك خلل وظيفي في البصلة السيسائية راح يكون كاين مشكل في التنسيق ولا في التنفيذ. احنا ما نتكلموش على التنسيق لهنا، نتكلموا على التنفيذ الحركي، الحركي بيان سور الصوتي. يعني هذا التناول العصبي المعرفي للديسفازيا. وكاين تناول اخر، تناول اخر هو تناول لساني، نفسه لساني كذلك يتكلم على الديسفازي بمنظور اخر. وهذه تبقى ابحاث، يعني ابحاث علميه جديده يعني حول الديسفازيا. لحد الان هل الصوت مسموع وما كاينش انقطاعات؟ هل الصوت مسموع وما كاينش انقطاعات؟ الان نتكلموا على التكفل الاورطوفوني. بعد ما نديروا مقابله ملاحظه، بعد ما نديروا البيلون تاعنا، ميزانيه تاعنا، بعد ما نوجهوا الحاله تاعنا باش يدير اختبارات مكمله، بعد ما نطبق اختبارات تقييميه للغه من ناحيه الفهم والتعبير، راح تكون عندي معلومات كبيره على الحاله تاعي، ونعرف القدرات اللغويه اللي عنده، لغه القدرات المعرفيه واللغويه لديه. لهنا راح ندير خطه علاجيه راح تكون متعدده الجوانب. واحده، اثنين، راح تكون على اساس المستوى المضطرب، يعني مستوى المضطرب لدى الحاله تاعي، لانه كاين مستويات من مستوى الفونولوجي الصوتي الفونولوجي الى المستوى البراغماتي والمستوى التركيبي. راح نعرف نوع الديسفازيا، لانه نوع الديسفازيا راح يخليني باش ندير خطه فرديه جيده للحاله، لانه كل نوع راح نخدم معاه بزي خلاف. لكن اون جينيرال، يعني بصفه عامه كيفاش يكون التكفل الاورطوفوني لحاله الديسفازيا؟ في حاله الديسفازيا يقدر يدخل معنا مختصين اخرين، قادر يدخل كذلك معنا البسيكولوج، وراح نتكلموا بعد علاش يقدر يعاوننا البسيكولوج. قبل ما نبداو كذلك مع الحاله، لازم نحطوا لي بارون في الواجهه، لازم نفهموهم باللي هذا راهو اضطراب دائم يا جماعة، هذا اضطراب نمائي وظيفي دائم بيرمانو، راح يكون يبقى مع الشخص. وإحنا كمختصين أورطوفونيين نحاول نحسنوا من الحالة بنسبة مليحة، بنسبة أنه الطفل هذاك نخليوه أنه تكون عنده قدرة مليحة على التواصل. هذا من جهة، كذلك راح نخدم المشاكل الاخرى في اللغه الكتابيه، لانه انا نقول لكم ان اغلبيه الحالات الديسفازيا جاونا في مرحله المدرسه، يعني حتى التشخيص كي نقولوا احنا تشخيص الديسفازيا بعد 6 سنين راح يجيونا في وقت مرحله المدرسيه. وحنا راهم يجيونا احنا لهنا كمختصين في الصحه المدرسيه، راهم يجيونا على اساس باللي عنده مشكل ولا عسر في الكتابه ولا عسر في القراءه.
كذلك يجي يقول لك بلي عنده مشكل في اللغه. احنا ماذا بينا نتكلموا مع الاولياء ونحطوهم في الصوره وما نكذبوا حتى على واحد، لانه اضطراب نمائي وظيفي دائم جماعه وبيرمانو. احنا مهمتنا كمختصين اورطوفونيين نقوم بتحسين القدرات اللغويه والمعرفيه لدى الطفل، وكذلك نخدموا لهم على المشاكل الصعوبات اللي راح تكون من بعد، اللي تكون صعوبات في اللغه الكتابيه. هذا من جهه. البروتوكول العلاجي للديسفازيك كيفاش يكون؟ اول حاجه، لانه اغلبيه الحالات تكون عنده مشكل في التنفيذ الحركي، لساني فموي وجهي، لهنا راح نخدموا بزاف على زيكزاسيس دو براكسي بوكو لانغو فاسيال، يعني الابراكسيا الفمويه اللسانيه الوجهيه. راح نخدم له على المقويه العضليه الفمويه اللسانيه الوجهيه. راح نخدموا على اساس ان يكون كاين بلاسمو فونيتيك، مثلا اذا نديروا الحركه مثلا تاع ف باش ينفذ لي الحركه هذه ف، من اجل ان يكون كاين بلاسمو فونيتيك لف للصوت هذا ف. اول حاجه لازم ينفذ لي الحركه باش يقدر يخرج لي الصوت. وكاين طرق كثيره نخدموها في هذا الجانب. راح تكون كاين ادوات مساعده، قدر يكون عندي لي جيد لونغ، هذوك لي جيد لونغ موجه لسان. ماذا بينا كمختص اورطوفوني يكون عندي موجه لسان لانه يساعدنا. نقدر نخدم بادوات اخرى، نخدم جيد لونغ، نقدر نخدم كاين ادوات اخرى مساعده انه باش الطفل يبدا يدير لي الحركات اللسانيه الفمويه الوجهيه، يعني حركه اللسان، حركه الشفاه كذلك، وكذلك حركه لجو كذلك حركه الحنك. هذو الحركات مهمه جدا من اجل التنفيذ ولا من اجل لا برودكسيون، الانتاج اللغوي. هذا من جهه. من جهه اخرى راح نخدم، لانه كاين حالات وين يكون مؤثر كذلك عليهم الفهم. كنت نتكلموا على الفهم، راح نتكلموا على فهم اللغه الاستقباليه والادراك. نتكلموا على الادراك السمعي، تمارين الادراك السمعي، تمارين الادراك البصري، الانتباه. راح نخدموا كذلك على الذاكره قصيره المدى، ميموارا كورت تيرم. راح نشوفوا القدرات، نخدموا على القدرات الاخرى المعرفيه. راح نديروا تقييم اومونطون، راح نشوفوا فاش نقدر نعاون الطفل هذاك من ناحيه الذاكره، من ناحيه الانتباه. راح نخدم معاه كذلك المكتسبات الاوليه، لانه راح تكون نقص بزاف صوت التخطيط الجسدي. نخدم له كذلك على الادراك الزمني، الادراك البصري، ادراك التمييز السمعي. كذلك راح نتكلموا على نخدموا لانه عنده مشكل كبير كذلك في المكانيه، التوجه المكاني، يمين يسار فوق تحت امام وراء. راح نتكلموا كذلك على اعقد من ذلك واللي هو المفاهيم الزمنيه. راح نخدموا كذلك على المفاهيم الزمنية، يعرف أيام الأسبوع، يعرف البارح، اليوم، غدا، يعرف الصباح، يعرف المساء. هذه الأمور الزمنية اللي يكون عنده خلل كبير فيها. كذلك كنت نتكلم على الفهم، هنا تكلمنا على الكوتي تاع الاستقبال. راح يكون كذلك الفهم المعجمي، احنا نخدموا له بالتعيين مثلا، راح يعين لي مفردات، يعين لي اشياء. راح نخدم له كذلك على الفهم، انه يفهم جمل، يفهم تعابير، يفهم كذلك. نقطه اخرى كذلك نتكلموا عليها هي اللغه العفويه. راح نطوروا له اللغه العفويه، بالك مثلا يعرف بنفسه، يحاول انه يعرف اسامي القراب ليه. كذلك راح نخدم له كذلك على الضمائر، واللي يستعمل الضمائر يستعمل انا، انت، هو، هي، الغائب.
كذلك راه نخدموا على ادوات الربط اللي تكلمنا قبيله، قلنا بلي عنده مشكل كبير في ادوات الربط داخل الجمله. كي تكلموا على ادوات الربط، هل الصوت مسموع؟ ما كاش تقطعات؟ قلنا نتكلموا كذلك على ادوات الربط في جمله، راح ننميوها له. يخدم نتكلموا كذلك على ادوات الغائب، راح نخدموا له كذلك على الضمائر، نخدموا له كذلك على المؤنث والمذكر. لهنا راح نخدموا له على الجمله على اساس تراكيبي، يعني تكون جمله مركبه ومعقده. على هو كاين عدة تمارين تخدم الذاكرة قصيرة المدى، لأنها مهمة جدا. الذاكرة قصيرة المدى كاين تمارين وين نخدموها مع الطفل باش نميولو الذاكرة قصيرة المدى، وهي تبان. أنا كي نخدم معاه حتى في التعيين مثلا، يعين ونعاود نغطي له هذيك الصوره مثلا، بعد نغطي له زوج صور ويحاول انه يتعرف عليهم، بعد ثلاث صور، بعد ثمان صور، يلحق حتى ال 24 صوره، في حاله انه يلحق حتى 24 صوره. وكاين كذلك ذاكره بصريه، كذلك الذاكره البصريه ثاني نخدموا عليها بزاف. كاين تيست فيغور دوري البسيط كذلك مهم جدا، فين يخدم الذاكره